الفيلم بيبدأ في وقت العالم فيه كان السحر منتشر في كل مكان، لكن مع مرور الوقت السحر بيبتدي يختفي، لكن في بقايا سحر في مدينة كان نصهم بشر ونصهم حيوانات. بيصحى إيان يوم عيد ميلاده وبيلبس لبس باباه وبينزل لمامته المطبخ واللي بتكون بتحضر له الفطار، وبتقوله يعزم صحابه على عيد ميلاده هنا في البيت بدل ما يعملوه لوحده. وبيجي أخو بارلي المجنون بالسحر وبيهزر معاه، وكمان بيجي جزء أمهم برونكو واللي بيوريه فيديو ليه وهو بيسحر وبيقوله بطل سحر خلاص، وبتيجي بقى انتبه لمذاكرتك ودراستك عشان مستقبلك. وبيخرج بعد كده إيان عشان يروح مدرسته، وهو في المحطة بيقابل شخص بيعرف بعد كده ان هو صديق والده وبيقعد يكلمه عن والده لدرجة انه بيتمنى انه يبقى زيه بالظبط. بعد كده إيان بيقعد لوحده وبيقعد يكتب في مفكرة عنده بشوية حاجات كده عايز يجددها في نفسه، من ضمنها انه يتكلم مع الناس اكتر، وكمان يتعلم السواقة، وبرضه ما ينساش يعزم صحابه في الحفلة، وكمان يبقى زي باباه. بعد كده بيدخل إيان الفصل بتاعه وبيلاقي واحد من زمايله حاطط رجليه على كرسي، فبيحاول يخليه ينزل رجله لكن صاحبه مش بيرضى، فبيضطر إيان يقعد على الكرسي وهو حاطط رجله. بعد المدرسة بيروح عشان يتعلم السواقة لكن للأسف بيفشل في الاختبار، وبعدها بيروح عشان يعزم صحابه على حفلة عيد ميلاده وبيوافقوا انهم يحضروا الحفلة، لكن بيجي اخوه بارل وبيوصل بعربيته لكن بسرعة جونية لدرجة انه كان هيدوسهم، وبيتحرج إيان وبيتأسف لهم على اللي عمله اخوه، لكن بعد كده بيضطر انه يلغي الحفلة بعد ما وشه اتبهدل واتلخبط من الحبر اللي كان في ايديه، وبيتأسف لهم جدا وبيمشي. وبيروح بيته لكن هو حزين جدا وبيلغي كل اللي كان كاتبه في المفكرة بتاعته، وبعد كده بيشغل الكاسيت اللي كان باباه بيسجله بصوته وكان بيرد عليه كأنه هو قدامه بالظبط. بعد كده مامته بتيجي تقعد معاه وبتسأله مالك، لكن هو بيسألها وبيقول لها هل بابا كان واثق من نفسه وهو صغير، وطبعا بترد عليه وبتقوله لا طبيعي انه كان اخد وقت عبال ما يكتشف نفسه، وعلى فكرة الوقت اللي انا اديك الهدية اللي كان باباك سايبها لك انت واخوه. وبتروح مامتهم تجيب لهم الهدية اللي كانت ملفوفة في قماش، وبتفهمهم ان باباهم طلب منها انها تديهم الهدية دي لما يوصلوا سن 16 سنة. ولما فتحوا الهدية لقوها عصاية سحرية، وطبعا بارل بتاع السحر كله وفرح جدا. وإيان لقى رسالة من باباه بتقول ان العالم كان مليان بالسحر لكن ما قدروش يتحكموا فيه، ومع الوقت بدأ السحر يتلاشى، وبيقول انه يتمنى ان يكون السحر باقي فيهم، وعشان كده كتب لهم تعويذة، واللي هيعرف يتحكم في التعويذة دي هيعرف ان هو لسه السحر باقي فيه. وبارل لما بيبص على التعويذة بيلاقي ان التعويذة دي هترجع باباهم لمدة 24 ساعة، وطبعا محدش بيصدق بارلي خالص. وبارلي بيقول لهم بعد اللي احنا شايفينه دلوقتي والعصاية دي مفيش حاجة مستحيلة، وفجأة بيلاقي كمان جوهرة موجودة وبيحط الجوهرة جوه العصاية، لكن كل مرة بيعمل كده كان بيفشل لحد ما خلاص قعدوا وقالوا خلاص يعني حتى ال 24 ساعة مش هنشوف بابانا. ومامتهم بتقول لهم ما تزعلوش حتى لو كانت المحاولة دي فاشلة، وبتقول لإيان ما تزعلش افتكر ان بس ان باباك كان نفسه يشوفك حتى لو كانوا 24 ساعة. وبيمشوا هما الاتنين وبيسيبوا إيان لوحده قاعد حزين جدا. ولما هو بنفسه بيقرا التعويذة بيلاقي العصاية السحرية بتتحرك جنبه، وكمان الجوهرة منورة شوية، وقبل ما تقع بيروح قايم ماسكها فنورت نور جامد جدا وعملت اشعاع جامد في الاوضه، وبقى فيه زي قوه جذب كبيره جدا. واخوه بيدخل الاوضه طبعا من الصوت، وبيلاقوا ان الجزء التحتاني من باباهم اتحضر وبقى موجود معاهم في الاوضه. وبارل بيفهم اخوه بيقول له ان انت كده فشلت في التعويذه لانك ما قريتهاش كلها، وبيعرفوا ان باباهم هيختفي بعد 24 ساعه بس. وايان بيقول له انه لازم يعيدوا التعويذه تاني قبل غروب الشمس والا مش هيشوفوا باباهم للابد. وبارلي بيقول له انهم لازم يلاقوا جوهرة بدل اللي اختفت دي، بيقول له انهم لازم يروحوا لشخص هيعرفهم على مكان فيه الجوهرة دي. وبينزلوا من البيت وبيروحوا يركبوا العربية بتاعتهم وبيمشوا للمكان، لكن إيان وهم ماشيين بيركب لعبة في الجزء اللي فوق من بابا لانه حاسس باستغراب جدا وهو بيكلم الجزء اللي تحت بس من بابا. وبارلي بيدي لإيان كتاب فيه تعويذة سحرية وبيقول لازم تتدرب عليها عشان يبقى عندك قوة سحرية جامدة جدا تقدر تحضر بيها التعويذة وميحصلش نفس الغلط اللي فات. وبتدخل مامة إيان لأوضته وبتلاقيه ساب تليفونه ومبهدل الدنيا خالص، لكن بتشوف ورقتين، ورق عليها جوهرة ورق عليها البيت الغريب ده. ومامتهم بتركب العربية وبتروح تدور عليهم، وكمان بيوصلوا للمكان بارلي وأخوه وبيقولوا إن المكان ده اللي هيودينا للخريطة اللي بنقدر نوصل بيها للجوهرة. وبيروحوا لمحاربة اسمها المنتكور وبيسألوها عن الخريطة اللي هيلاقوا فيها الجوهرة، لكنها بترفض وبتقول بطلت أودي أماكن لناس فيها أماكن خطرة.
وجهها إيان وبيقول لها إنه نفسي يشوف باباه. فبتقول له ما ينفعش إنك تخاطر بحياتك عشان تخوض مغامرة، لكنه بيقول لها إنك كاتبة على الحيطة غير كده خالص. فبتتضايق المنتكور وغصب عنها ولعت في كل المكان، وكمان الخريطة بتولع، وبيحاول إيان إنه يلحق الخريطة من الولعة دي لكنه ما بيلحقهاش، وبيهربوا كلهم من المكان لأن بقى كله نار. لكن قبل ما يخرجوا كلهم لاحظ إن باباه جوه، وكان الحطام هيوقع عليه ويولع هو كمان، لكن بيستخدم العصاية السحرية اللي معاه وبيعمل تعويذة وبيقدروا إن هم يخرجوا باباهم من المكان ده بسرعة، وبيركبوا العربية عشان يروحوا للمكان التاني اللي هيوصلهم للجوهرة. لكن بارلي بيبقى فرحان بأخوه جدا لأنه استخدم تعويذة وأنقذ باباهم، وبيقرروا ياخدوا الطريق السريع عشان يلحقوا ال 24 ساعة قبل ما تنتهي. وفي نفس الوقت ده بتوصل أمهم في نفس المكان اللي كان فيه أولادها، ولما بتسألها عنهم فبتعرفها إن أولادها في خطر لأن في وحش بيظهر أول ما حد بيلمس الجوهرة. فبتخاف الأم وبتجري بعربيتها عشان توصل لهم، وبتاخد معاها المنتكور. أما بارل أول ما بيوصل لنص الطريق فعربيته بتبوظ، وبيدوروا على أي مكان عشان ياخدوا منه بنزين. إيان بيحاول يكبر جيركن البنزين بتعويذة سحرية، لكن بدل ما يعمل كده عمل العكس وصغر أخوه. وبيشوف إيان محطة بنزين وبيروح عشان ياخد منها بنزين، لكن بيفاجأ بكائنات صغيرة جدا عمالة تاخد كل الحاجات اللي في البنزين. وهم ماشيين المنتكور بتحكي لمامتهم على لعنة الحارس اللي بيتحول لوحش أول بس ما حد يلمس الجوهرة، وبتقول لها الحل الوحيد لمواجهة الوحش ده هو السيف بتاعها اللي باعته من سنين، لكن عارفة هتلاقيه فين. بعد كده بنلاقي إيان وبارلي وهم بيهربوا من الكائنات الصغيرة اللي هجمت عليهم وبتجري وراهم عشان تضربهم. بعد كده بيدخل إيان هو اللي يحاول يسوق لأن أخوه تحول بقى حاجة صغيرة جدا ومش هيعرف يسوق، وبرده الكائنات الصغيرة وراهم ويدخلوا جوه العربية، لكن إيان بيشغل التكييف بأقصى سرعة عشان يطيرهم بره العربية. بعد كده التعويذة مفعولها بيخلص وبارلي بيرجع لحجمه الطبيعي، لكن بتجيلهم الشرطة وبتوقفهم لأنهم كانوا ماشيين بسرعة جنونية. لكن بينزل والدهم والشرطة بتقبض عليه، وفي الوقت ده بيطلب بارلي من إيان إنه يستخدم سحره ويتنكر في صورة جزء أمهم الضابط عشان يهربوا. وبالفعل بيقدروا يقنعوا الشرطة إنهم ياخدوا والدهم معاهم، والضابط بيبتدي يشك في برونكو المزيف ده بسبب خطوات وأثار رجله، فبيتصل بالاسم وبيطلب برونكو. ولما بينزلوا من العربية إيان وبارلو بيتفاجئوا إن باباهم عمال يرقص على أنغام الأغاني اللي في جوه العربية، وبيخلي بارلو وإيان يرقصوا معاه. بعد كده بارلي بيقول لأخوه إيان يثق فيه عشان يوصلوا بسرعة للمكان وما يخافش من الطريق المختصر المخيف، وبالفعل إيان بيوافق وبيبتدوا يمشوا بالعربية. ومامتهم والمنتكور بتوصل للمحل اللي كانت بايعه لهم السيف بتاعها، وصاحبة المكان لما بتعرف انه مهم بالنسبة لهم بتبتدي تعلي في سعره جدا، لكن المنتكور مش بتسكت وبتديها ابرة مخدرة وبتاخد السيف بتاعها وبيهربوا هما الاتنين. بعد كده إيان وبارلو بيوصلوا مكان اللي يقع فيه ما بيطلعش ابدا، وفعلا بيلاقوا جسر الناحية التانية، لكن لازم حد فيهم يوصل عشان يفتح الجسر ده. فبيحاول إيان يستخدم سحره عشان يعمل جسر غير مرئي وبالتالي يوصل الناحية التانية ويفتح الجسر لأخوه، وفجأة بيوصل جوز مامتهم الشرطي وبيمنعهم، لكنهم بيحكوله عن موضوع باباهم ونفسهم يشوفوه، لكن بيرفض برونكو وبيقول لهم لازم ترجعوا البيت. وبيركب بارلي وإيان العربية وبيجروا بيها عشان يهربوا منه، لكن بيوصلوا لطريق مسدود. لكن بارلي بيفكر في انه خلاص يرمي عربيته من فوق الجمل، والشرطة لما هتشوف كده هيفكروا ان هم خلاص وقعوا من فوق الجبل. وبيكمل هو واخوه مشي وبيدخلوا نفق، وبيستخدموا سحرهم في انه يكبروا قطعة من الشيتوس عشان يستخدموها كمركب ويوصلوا البر التاني. ومامتهم هي والمنتكور بيعملوا حادثة وبتقع بيهم العربية، فامهم بتقول للمنتكور انها تستخدم جناحاتها عشان توصل للولاد عشان تنقذهم بسرعة. بارلي في الوقت ده كان بيحكي لإيان عن والدهم لما كان مريض وكان المفروض يدخل عشان يودعه، بس كان خايف يدخل من الأنابيب اللي كانت متعلقة فيه ومات، لكن من ساعتها قرر انه ما يخافش تاني. وبيوصلوا نهاية الطريق لكن لقوا قدامهم مكعب أخضر هلامي وبيدمر أي حاجة قدامه، ونفسهم انهم لازم يجروا حالا لأن بيلاقوا أسهم بتتوجه عليهم، وبيعرفوا يهربوا لكن بيدخلوا أوضة ضلمة وبتتملي في مية، وبيثبتوا رجل باباهم في مكان في الارض بحيث ان يفتح لهم فتحه في السقف عشان يفتح لهم الفتحه دي يعرفوا يخرجوا منها.
وأول ما بيخرجوا من الفتحة بيكتشفوا إن هم في الشارع بتاعهم وبيبقوا مش عارفين إزاي وصلوا في المكان ده. وطبعا هنا بيفضل يصيح فخوه إن هو لو كانوا كملوا في الطريق التاني كان زمانهم وصلوا للمكان اللي هم عايزين وكانوا شافوا باباه. وبعدها سابوا ومشي، وإيان بيقعد مع باباه وبيقعد يفتكر في كل حاجة، وكمان طلع المفكرة واللي كان كاتبه فيها لقى إنه عمل أغلب الحاجات منها. وافتكر هو وأخوه لما كانوا صغيرين وهم بيلعبوا مع بعض، وفي الوقت ده بارلي بيعرف إن الجوهرة موجودة في المكان ده. وبعدها فعلا بيلاقي الجوهرة، لكن أول ما بياخدها وبيمسكها بإيده بيخرج دخان أحمر كتير جدا وبينتشر في المكان بشكل فظيع وبيدمر كل حاجة حواليه، وكل المكان ده بيتحول لوحش عملاق ضخم جدا. وأول ما بارلي بيشوف أخوه بيجري على إيان عشان يديله الجوهرة، لكن بتيجي في الوقت ده مامتهم والبنتاكور وبتضربه بالسيف، لكن الوحش بيقاومها وبيضربها، لكن مامتهم هي اللي بتاخد السيف وبتروح تهاجم الوحش وبتوقعه. لكن في الوقت ده بسرعة مسك إيان السحر بتاعه وحاول يقول التعويذة وبيرجع باباه، لكن الوحش بيقوم تاني. وقبل ما يهاجمهم بيقرر بارلي انه يروح يشتته، لكن إيان بيقوله لازم انت اللي تبقى موجود دلوقتي عشان تشوف باباك وتودعه، وبيروح هو عشان يحارب الوحش بالعصاية السحرية وبينجح في انه يدمره، لكنه وقع بين الحطام، وهو بيبص ما بين الحطام لقى باباه واخوه وهم بيحضنوا بعضهم. وبعدها إيان بيروح لاخوه وبيسأله عن اللي حصل، فقال له ان بابانا فخور بيك جدا وطلب مني اوصل لك الحضن ده. وفي النهاية لو عجبكم الفيلم بتنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس.